Hi guys, today we are going to study Unit 4, Phonics and Accent, page 46, page 46 of your books, page 46. We are going to talk about activities happening at the moment of speaking. We are going to talk about activities happening at the moment of speaking. Let's get started. Phonics. Activity 1. Listen and say. بداية هنجد صوت حرف الإف مدمج مع حرف الإل وصوت حرف الإس مدمج مع حرف الإل. Listen and repeat. فلا 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 فلاج فلاج الحلم. Flower, flower, زهرة. One time, flag, flag, flower, slab, 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 sleeve, sleeve, slivers, 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 ship, ship. وناخد بالك ان السليفرز هذه تعامل معاملات الجمع، تعامل معاملات الجمع وليس مفرد. هذه الكلمه جمع. One time. Flag. Flag. Flower. Slab. Sleep. Slivers. Sleep. Slivers. Okay, now today we are going to study the present progressive. اليوم هنتكلم عن قاعدة جديدة اللي هي المضارع المستمر. المضارع المستمر. هنتكلم اليوم فقط على الجملة المثبتة في المضارع المستمر. في البداية يستخدم المضارع المستمر للتعبير عن فعل بدأ وما زال مستمر حتى وقت الكلام. يبقى شيء بدأ ومستمر الآن. يبقى إذا وضعت أو كلمت الجملة في المضارع المستمر معناها إن الشيء اللي بتتكلم عنه يحدث الآن. هذا اللي قلناه talk about activities happening at the moment of speaking. أحداث تحدث أثناء الكلام. طيب تكوين الجملة إزاي المثبتة؟ بداية أي جملة اتفقنا شباب الفاعل. حتى لو اتكلمنا عن البريزنت سمبل المضارع البسيط نفس الكلام. بداية الجملة فاعل. هنا عندنا بعد الفاعل اللي هو ممكن يجيب مكان أحد هذه الضمائر. I, he, she, it, we, they, you. ده بداية الجملة الفاعل. لازم هنا في المضارع المستمر يكون عندي verb to be. Verb to be. Verb to be. ايه verb to be يا شباب؟ اللي هو am, is, are. Am, is, are. لكن ما بتختار كيفك منهم؟ بتختار حسب الفاعل. إذا صار الفاعل I يأتي معه verb to be am. هي أو شي أو it اللي هو المفرد القائم ياخذ معه is. We, they, who ياخذ معه are. بعد am و is و are يأتي الفرق الفعل plus ing بإضافة ing للفعل. مرة ثانية يبقى الجملة بتتكون فاعل ثم am is are هو verb to be plus verb plus ing بعد كده الفعل و ing ثم تكمل الجملة. تعال نشوف مثال. I am I am I am watching TV now. أنا الآن أشاهد التلفزيون. يبقى معناها الحين بتفرج على التلفزيون. إذا قلت هذه الجملة لأحد معناها أن الفعل هذا يحدث الآن. طيب هنا فين التكوين؟ أدي الفعل آر آر فيرب تو بي الفعل ووتش بلس آي إن جي. آي آم ووتشينج تي في ناو. أنا الفعل هنا عندي مين؟ علي. طيب علي هذا ما موجود هنا يا مستر. ايه؟ هو مكان لاحظ هذه الضمائر علي
هي هو. طب هي معها فيرب تو بي از، يبقى عندي نفس الكلام هتاخد معه از. اني از ريدنج ا ستوري، اني از ريدنج ا ستوري، يقرا قصه، لانه الان علي يقرا قصه. They فيرب تو بي ار، they are playing for ball، يبقى الحين بيلعبوا كوره. They are playing for ball، يبقى هذا هنا كونت جمله في المضارع المستمر. ادي الفاعل فيرب تو بي، ثم الفعل بلاي ضفت عليه اي ان اي، كده بتكون جمله مثبته في المضارع المستمر. اوكي يا شباب، يبقى هذا هو تكوين الجمله في المضارع المستمر ومعناها، او استخدم التعبير عن الفعل يحدث الان. ملاحظة بسيطة، إذا انتهى الفعل بحرف الإي تحذف عند إضافة الأي إن جي. يعني مثلا لو عندي فعل زي كلمة ميك، يعمل أو يصنع، إذا جاء هذا الفعل وتبي تخليه مضارع مستمر، نحذف الإي هذه ثم نضع بدلا منها أي إن جي. يا شباب، يبقى هذه الملاحظة الأولى، إذا انتهى الفعل بحرف الإي تحذف قبل إضافة الأي إن جي يا شباب. طيب اذا كان في فعل قصير مقطع صوت واحد سويم، هذا الفعل الحرف الاخير فيه الام ساكن كونسونت، وجنبيه حرف واحد متحرك اللي هو حرف الار الحروف المتحركه. اذا كان الاخير هذا ساكن وجنبه حرف واحد متحرك، عند اضافه الاي بي جي ايش يحصل يا شباب؟ مين يلاحظ معي؟ يس، ضمنا حرف الام، ضعفنا حرف الام وزودنا اي ان جي، يبقى حرف الساكن ضعف ثم اضافه الاي ان جي. دي ملاحظات بسيطه على اضافه الاي ان جي للافعال. اوكي يا شباب، now let's go back to our books. Okay, it's complete. First picture, look and read. He is playing basketball. He is playing basketball. It's happening now. He, verb to be is, بس مختصر تصرف is. He is playing basketball. He is playing football. He is playing football. And verb to be, ثم الفعل فاعل ايه؟ He is playing tennis. He is playing tennis. He is playing volleyball. Volleyball. Volleyball الكرة الطائرة. Volleyball. He is playing volleyball. He is playing volleyball. هذه أمثلة الأفعال تحدث الآن. Listen and draw. Okay. نسمع الآن شباب ونقرأ هذا النص. نكتب أسماء الناس اللي ناقصة في هذه المربعة. At the playground, I am playing basketball in the sun. At the playground today, I am playing. At the playground. Where is Paul? Where is Paul? He is playing basketball. يبقى فين الأول تقول يا شباب؟ نمبر 2. بيلعب basketball. He is playing basketball. Where is Mike? Where is Dennis? طب مايك ودينيس فين يا شباب؟ They are playing tennis. يبقى ادي عندنا لعبة التنس. اهو يا شباب، ادي هنا مايك. يبقى ناقص المكتب رقم واحد مين؟ دينيس. Very good. يبقى number one right Dennis. دايما تاخد بالك اسم الشخص لازم يبدا بحرف كابيتال. حرف كابيتال. Where is Mike? Where is Dennis? They are playing tennis. Where is Amir? Where is Amir? He is playing volleyball. نادي أمير أهو بيلعب كرة طائرة. طيب، where is سعود؟ طب وسعود فين بقى؟ آخر واحد. He is playing volleyball too. هو أيضا يلعب كرة طائرة مع أمير. يبقى number three ونكتب أكيد مين؟ أمير. بيلعب مع امين. وير از سعود؟ هي از بلاينج فولي. اوكي يا شباب،
هذا هو شر. خير أمثلة أخرى بيأكد على تكوين الجملة. I am playing basketball. He is playing football. She is playing a board game. They are playing volleyball. بيركز إن بعد الفاعل في verb to be. I مع am. He أو she أو can حتى it تاخد is. We they you تاخد are. ثم كل فعل في عناية G. بيوضح لك هنا إن I am اختصارها بهذا الشكل. مختصر am أبوستروف M. He is مختصر is إلى أبوستروف S. Are مختصر إلى أبوستروف R E. I am, he is, she is, they are. كده تأكدنا من تكوين الجملة المثبتة في المضارع المستمر وأخذنا أصوات حرف الإس مع الـ L والـ F مع الـ L. I hope you enjoy the video. The homework الواجب page 112. Page 112 exercise 3. Page 112 exercise 3. تدريب رقم 3 فقط. You should that. Thanks so much and